بده يكبر ويعقل ويصير رجال محترم، وناوي يضل يضايقني ويزلني قدام الناس وعطول يضل يتولدن. مو على أساس عقلت وخلص هلأ صرت رجال؟ جاي على بالي أطردك هلأ من البيت. يلا اطلع من هذا البيت. طول الزاكرة لحظة لو سمحت، ليش هيك عم تعمل؟ على مهلك شو عم تعمل هيك؟ بترجاك وقف راج، لا تتهور. طول بالك، طول بالك شوي راج. راج راج إذا بتصير اهدى شوي، لا تتهور. راج معي يلا راج 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 لا تتهور. خلص إذا سمحتي، أنا ماني ناوي أغلط معك، خليكي برا هذا الموضوع ولا عاد تتدخلي فيه. أنا بدي أطرد ابني من البيت وبدي خليه يتعلم. أنا مترددة شوي بهذا اللي بدي أقوله، بس أنت بكل صراحة ما إلك حق تطرد أي حدا من هذا البيت. وحالياً إذا في حدا لازم يترك البيت ويطلع فهو أنت وبس. لا تتطلع فيني هيك وتستغرب، ما حدا قال لك هالحكي من قبل. يبدو عيلتك ما خبرتك اللي صار بسبب مرضك، ما هيك؟ طيب مو مشكلة، أنا رح خبرك فوراً. ابنك الكبير هداك تيج أهلاوات تسبب بخسارات كبيرة لشركتك اللي صارت بوقتها غرقانة بالديون، وبعدين كانوا بدهم يبيعوا كل أملاكك بالمزاد العلني، بس ابنك ميت هو اللي أنقذك وقدر يلاقي الحل، وهو رجع الشغل مثل الأول وأحسن، وانت هون بسببه. لهيك بالمنطق انت مالك حق تطرد صهري ميت من البيت اللي لولا ما كان موجود من الاساس. هاد ابي لا تحاكي هيك، انا ما بسمح لك تحكي بهاي الطريقه معه. يا صهري انا عم حاول اشرح لابوك الحقيقه يلي ما بيعرفها، حتى يعرف انت شو قدمت لهالعيله. شفت يا راج فاردان؟ صهري اللي كنت تقول عنه ولد اللي بدك تطرده من البيت، هو طلع جوهرة حقيقية ورجال. ابنك الوحيد اللي لازم تشد ظهرك فيه واللي كان مسؤول عن علاجك، هو ما قصر معك وعمل كل شي بيقدر عليه، وانت بدك تطرده من البيت بهي الطريقة ومشان مين قلي؟ بس مشان ميت هودا؟ مشان هاي المرأة الغريبة؟ بكفي. اسمع مني، ابنك ميت صار رجال وناضج، هو الوحيد اللي بيقدر يكون سندك بهي الدنيا، وانت هلأ بكل بساطة بدك تطرد اللي بيقدر يشيلك بآخر أيامك؟ أنا
أنا بعرف إنك رجال أعمال مهم وبتفهم بشغلك وبتحسب الربح والخسارة، لهيك فكر شوي وبعد ما تفكر قرر إذا كان لازم تطرده. مين رح تطرد؟ ابنك؟ ولا ميت هودا؟ يمكن معك حق، حكيك صحيح. أنا لازم فكر بعقلي وما لازم كون عاطفي بقراري، وأنا هلأ قلبي وعقلي عم يقولولي نفس الحكي، إني محتاج بهالوقت لابن وسند. ايه وهذا الصح، كنت بعرف إنك رح تختار ابنك وما رح تتخلى عنه أبداً بس كرمال وحدة غريبة. أنا يا أخي راج فاردان بهنيك من قلبي، وإنت يا صهري بسرعة خود الرضا من أبوك وصالحه، واوعى تخليه يزعل منك ابدا ولا حتى تتخلى عنه. ميت هودا، عفكرة انت كتير عنيدة، ما سمعتي عمك مين اختار؟ انت لازم تحمي حالك وتطلعي من هذا البيت هلا وفورا. أنا رح دبرك بعد شوي، خذ الرضا من أبوك وصالحه. يلا يا روحي.